كاين واحد المجموعه ديال الفنانين المغاربه اللي صعيب تواصل معاهم، كاين مشكل ديال التواصل. لا شوف، كاين شكون هما؟ ماشي التواصل، كنعرف انك جريع. شكون هما الاسماء الفنيه اللي انت شخصيا؟ كاين عمري الحمد لله ما لقيت حتى شي صعوبه مع حتى شي فنان مغربي بدون لغه الخشب. لا بدون لغه الخشب قسما بالله، عمري ما لقيت حتى شي صعوبه مع حتى شي فنان مغربي. دائما كنعرفهم كنعرفوا، ولا كنتلاقاو في تظاهرات فنيه ولا ما كنتلاقاوش. كاين فقط فنانه ولا جوج اللي كيكون عندهم مشكل ديال التواصل، ما كيعرفش يتواصل مع صحفي، كيقول لك لا عيط للمناجر ديالي ولا يدير معاك في شي قنت ويقول لك اسمح لي جاني واحد العذر ما يمكنليش نجي. اذا هذا كيضرب في راسه، هذا الاكسيست كيضرب في راسه. كما قلت لك كنعرفك جريء، انت شخصيا اكيد وقعوا لك مجموعه ديال الطرائف. وقعت لي مره وحده. شوف انا نعطيك طريفه زوينه، وقعت لي مع الفنانه دنيا باطمان اللي كنحييها من هذا المنبر. الفنانه دنيا باطمان نهار ملي تلاقيت بها في ان ديفيلي في طنجه، تلاقيت بها الميكرو ديالي خسر لي و جافي با لوميير اللي عندك دابا. وشو مسكينه دخلتنا لا شومبر ديالها كتجر، مسكينه معايا دنيا باطمان كتجر الفوتي باش دير الانترفيو. واحد الانسانه غزاله يعني. هنا كنحسوا الفرق ما بين فنان الى لا باش يعاونك ويزيد بك القدام وانت تزيد به القدام، وفنان اللي كيقول لك اسمح لي ما يمكن ليش. ولا في هذا الاطار خالد، الصحفي ربما الوحيد في المغرب المجال الفني اللي كل سنه يحصل له الشرف باش يدوز من طابي غوج. انا هذا العام شفت كانك دزتي من طابي غوج ديال الفيف في الفيستيفال انترناسيونال ديال الفيلم بمراكش. شنو السر اللي كيخلي خالد القرطبي الصحفي المعروف ومرافق المشاهير الفنيه كيدوز من طابي غوج مع كبار النور؟ شوف السر سهل يعني. باش نقول لك دير خدمتك كوم يلفو. المهرجان اللي كنمشيو له ولا الفيستيفال السينما د مراكش اللي كنوجدهم كذلك تحيه كشاك اني كنكون معاهم، دير خدمتك. انا ملي كنمشي تما كندير فيستيفال خدمتي. ديك لو طابي غوج يعني المهرجان شنو هو؟ لو كور ديال الفيستيفال كتكون من فنانين، كتكون من اللجنه المنظمه، كتكون من الصحفيين اللي جايين من خارج الوطن، وصحفيين اللي جايين من داخل التراب الوطني. يعني الشرف منا حنا كنتميو لو كور ديال الفيستيفال ندوزو في طابي غوج، فهمتني؟ يعني السير هو خصك دير خدمتك كوم يلفو. انا ملي كنمشي للفيستيفال كندير خدمتي، كندير دو روبورتاج، كنحضر لي فيلم، كنحضر لي كونفيرونس. يعني ملي كيجي شي ارتيست كيبغي يدوز طابي غوج كيقول لك خليه ندوزو جوين، كندوز وي صافي بليزير وشرف ليا ندوز طابي غوج ديال الفيستيفال ديال السينما د مراكش. السير ما كاينش السر، خصك تامن باللي عندك وتكون مرضي والديك وتقرا على راسك وهنا يكمن السر. شكون هو اقرب فنان او فنانه للقلب خالد القرطبي اللي عزيز عليه بزاف و تيتواصل معاه؟ عندي بزاف الفنانه اللي كنت كنتواصل معاهم ولا زدت عليهم. اللي قريب لي بزاف دوزي، احمد شوقي، يعني بزاف اللي ما زلت على تواصل معاهم. الفنانه ويام دحماني اللي كنحيا مال المنبر اللي كتوجد الان خارج التراب الوطني. فنانين كبار اللي مازالين دائما على تواصل بهم، دائما على صله وصل. كنحيي الفنانين المغاربه كلهم، كل واحد باسمه. كان عندك واحد المشكل مع واحد الفنانه مغربيه؟ واحد المشكل. شوف كاين اشكال ولا ما يكونش. انا مسامح والله يجعل ربي يسمح وصافي ونينا. قبل ما غادي نسالي غادي كنشكر ياسين صحفي الجميل ديال هيبا بريس، كذلك طريق، كذلك الطاقم كله ديال هيبا بريس اللي ولو انا ما عمري ما درت معاه شي حد انترفيو. يعني ما عرفتش واش كنستاهل ولا ما نستاهلش يدير معايا شي حد انترفيو. كنشكركم بزاف، كنشكركم على هاد الالتفاته الصغيره. واخا انا جيت ما موجود، لا جيت غير دو باساج دو كازابلانكا ودرنا هاد الدردشه، يعني هي بسيطه باش نتقرب شويه من يعرفوني الناس شويه. كنشكركم بزاف وكنتمنى يكون لقاءات مع فنانين اخرين اللي يستاهلوا. شكرا. الله يحفظك. اجيو بلاتي فين غاديين؟ لا بغيتو الجديد يوصلكم في الحين وبرمج تعين، دابا تابونا في لاشين يوتيوب ديالنا، ديرو جيم في لاباج فيسبوك هيبا بريس، وكاع بارطاجيو اخبارنا.